بحلقة اتسمت بخفة الظل استضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببرنامجها شالي ستوديو الفنانة فيفي عبدو والفنان مروان خوري والإعلامي توني خليفة. ولما سألت فيفي إذا ما زالت زعلانة من أنجلينا جولي خاصة أنه يقال أنه أنجلينا هي اللي خانت براد بيت فردت يا أنجلينا أنت حلوة وكيوت وبتعاملي خير كتير وجوزك قمر بس ما كنت عرفته لكن هلأ ما دام فاضي رح ركز معه. كما سألت شيرين الفنان مروان خوري عن لون شعره فاعترف بأنه صبغه لأنه شعره أبيض وهو ما بحب الكذب، كما وقال أنه ممكن يتوقف عن صبغه بعد 5 سنوات، فردت عليه فيفي عبدو 5 موه.